بنشكر سيادتك طبعا تشريفك النهارده. المكونات المنظومه يا فندم عباره عن تسجيل على الموقع الالكتروني، اصدار وحجز التذاكر كل ده الكترونيا، اداره المباريات من نتائج وكل ما له علاقه بالتقارير، الدفع الالكتروني يا فندم كل الدفع هيتم الكتروني، طبعا في اوبشن للدفع الكاش بس طبعا الدفع هيتم كمان الكتروني، مراكز الطباعه اللي مجهزه بالكامل والبوابات الالكترونيه، وطبعا في مركز خدمه عملاء بالثلاث لغات العربي انجليزي فرنساوي، والموقع كله طبعا بالثلاث لغات عشان طبعا الاجانب والافارقه وكده. الفان اي دي حضرتك اللي هتستلمه النهارده هو تاني فان اي دي بيطلع في العالم، روسيا بداته، احنا تاني دوله في العالم نطلع فان اي دي، بل بالعكس احنا طورنا فيه كمان وزودنا بعض السمات الامنيه وبعض السمات التكنولوجيه، فبقى احدث فان اي دي يعتبر في العالم، ونتمنى ان شاء الله دول كتيره تاخد نفس الخطوه دي. احنا حاطين يا فندم طبعا في باركود بيبقى عليه الرقم وبيبقى عليه بيانات كل شخص، وده مربوط يا فندم كمان بالتذكره نفسها بتذاكر المباريات، وبرضه التذكره فيها يا فندم شريحه ذكيه مكوده. بستاذن سيادتك يا فندم ان سيادتك تستلم اول فان اي دي ان شاء الله باسم سيادتك. سياده الرئيس الف مبروك يا فندم اول فان اي دي لبطوله الامم الافريقيه 2019 وتذكره مباراه الافتتاح. حضرتك احنا اخترنا تميمة البطولة فكرنا في توت عنخ آمون الشاب الذهبي، قرعة اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت شهدها أكتر من 1,000,000 على مستوى العالم، حتى الصين كانوا بيتابعوا القرعة، وده مهم جدا انه زي ما بنتكلم على التاريخ بنتكلم على المستقبل. وتأذن لحضرتك ان انا اقدم لحضرتك التميمة بتاعت البطولة.